يلا خلص الحقنا. هاي هاي جوشبت، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ انت ايه جايه لنا ليه النهارده؟ حضرتك جاي هنا ليه النهارده؟ جايه اكمل الفيلم بتاعنا. فيلم ايه بقى ده؟ عصابه عظيمه. احنا متحمسين قوي للفيلم. الفيلم ان شاء الله يبقى حلو قوي، لان احنا تعبنا فيه قوي قوي، وان شاء الله ربنا يكافئنا خير ان شاء الله. ان شاء الله يكسر الدنيا يا رب. اول حاجه حضرتك اسمك ايه في الفيلم؟ البرنس هاشم. حضرتك شايف ايه اللي بيميز هشمة عن حضرتك؟ ابعد ما يكون عن حضرتك، مش نصاب ولا حرامي. اوصف لي هشمة في ثلاث كلمات. راجل نصاب وفي نفس الوقت طيب، يعني مش شرير بالمعنى الشر اللي هو يخليك تقبلي منه، لا شرير دمه خفيف يعني تحبيه ما تكرهوش يعني. ده احنا كده بنحب الشر جدا. يعني. ايه اكتر حاجه حضرتك عملتها والتفاصيل اللي انت حضرتها علشان تعمل الدور ده؟ بصي ما فيش مشهد بنعمله غير لما بنقعد نعمل فريق عمل، ويبقى فيه عمليه كريشن للموقف اللي بنعمله، السينه اللي بنعملها، كل مشهد بنعمل له اعداد بنعمله تحضير، بنقعد نتكلم مع المخرج، مجموعة الممثلين اللي بتشارك في المشهد، مدام إسعاد طبعاً منورة الدنيا في الفيلم ده، وهتبقى مفاجأة كبيرة جداً جداً للناس بجد يعني. فكل تفاصيل الفيلم بجد كانت محتاجة مجهود كبير، وبذلنا مجهود فوق الوصف في الفيلم ده. ربنا يا رب يعيد علينا بقى المجهود اللي عملناه ده بخير إن شاء الله. ايه أكتر مواقف مضحكة حصلت أثناء التصوير؟ هي كل المواقف اللي بعملها مع مدام إسعاد لان هي بتلطش فيها طول الوقت، فبتيجي علينا الضحك لدرجه ان قالت للمخرج لا كفايه كده بقى، الناس بتحبه وهتكرهني بسبب ان انا بلطش. كل المواقف اللي بنعملها في الفيلم، كل السينات اللي بنعملها فاني جدا وظريفه جدا، وبتستدعي ان احنا كتير قوي قوي ان احنا نوقف التصوير عشان بنضحك. لو حضرتك عندك عصابه او انت هتكون عصابه، تفتكر هتسميها ايه؟ عصابه بوز. يا بوز. ولا هتعمل يونيفورم معين للعصابه دي؟ اكيد طبعا، بس مش خطوط الابيض والاسود اللي بالعرض اللي جميع الافلام من يوم طبعا. طب هيلبسوا ايه؟ بالطول. ده كده مش هتعرفوا خالص ان هم عصابه فعلا، محدش هيعرفهم. انت لسه عايزه تسالي اسئله تاني؟ لا انا كده خلصت. ما انت لازم تخلص. يلا يلا يا ابني. طب انا عايزه اعرف حضرتك رايح فين دلوقتي؟ رايح اجهز عشان الشخصيه اللي بعملها. يلا شوف حضرتك في اللوكيشن بقى. طيب باي باي. يلا فرحانا. باي باي. حضرتك جاهز؟ جاهز. بس لبس العصابات اتغير خالص عن زمان. ايه في العصابة ايه؟ اتفرجوا على الفيلم وقولوا لنا رايكم، يا رب يعجبكم.